بمشاركة وزراء ورؤساء شركات عالمية تستمر فعاليات مؤتمر الأهرام الأول للطاقة على مدار يومين. المؤتمر يهدف إلى وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه للدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. نرحب بحضراتكم في مؤتمر الأهرام الأول للطاقة. على مدار يومين تستمر فعاليات مؤتمر الأهرام الأول للطاقة بعنوان مصر مركز إقليمي للطاقة، الواقع والتحديات، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكبار رجال الدولة وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية. بنشتغل على الموقع الجغرافي، انما اكتر من كده بنشتغل على البنية التحتية بتاعتنا اللي هي متوفرة، واللي دي بتدينا القوة في الحديث عن المركز الاقليمي. البنية التحتية بتاعتنا بتتمثل في خطوط الانابيب، بتتمثل في معامل التكرير، بتتمثل في محطات اسالة الغاز، بتتمثل في مستودعات التخزين. خلال جلسات الحوار تم استعراض رؤية وزارتي الكهرباء والبترول وكيف يمكن تحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة، وايضا دور البنوك في المؤسسات المالية في تمويل مشروعات الطاقة والشركاء الاجانب والفرص الاستثمارية. ان شاء الله احنا عاملين خطة على ان احنا بنعظم استخداماتنا من الطاقة الجديدة المتجددة. سنة 2022 مفروض نصل الى حوالي 20%، سنة 2035 كنا حاطين في الخطة 37%، احنا بنرفعها دلوقتي ل 42 بعد الانخفاض الملحوظ اللي حصل في تكلفة استخدام الطاقة الشمسية من الفوتوفولتيك اللي هي الخلايا الضوئية. المؤتمر بيمثل أهمية كبيرة جدا لمصر، بيعرض التحديات بتاع قطاع الطاقة بصفة عامة في مصر يعني، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، تبادل الطاقة سواء في البترول أو الكهرباء. الهدف واضح، وهو وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في ظل مميزات تنافسية مختلفة وخطوات جدية من الحكومة والقطاع الخاص. لميا حمدين، أون لايف.